يضيق الخناق بالتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، ومعها تنفتح آفاق إقفال ملف الإرهاب الذي بقي ملفاً مؤرقاً ورئيسياً في الأزمة اليمنية الراهنة. الإرهاب الملف الذي يتداخل مع كل تفاصيل الأزمة اليمنية ويزيدها تعقيداً مع استخدامه كشماعة لتبرير انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع واستمرار عبثها بالبلد، ومدخلاً للقوى الدولية لتعقيد الأزمة القائمة، يوشك أن يخرج من هذه الدائرة التي كانت تعمل بالضد على تطلعات اليمنيين وتربط مصير الحل في البلد بهذه الجماعات التي كانت على الدوام إحدى أدوات الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس المخلوع كما تشير شواهد كثيرة. التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة التي تمددت في ظل انهيار مؤسسات الدولة وغياب السلطة الشرعية خلال الفترة الماضية تقلص نفوذها مؤخراً مع الحملات الأمنية والعسكرية التي تستهدفها في عدد من المحافظات، وأصبحت مؤخراً محصورة في المناطق النائية التي جاءت منها. المكلة التي بقيت الأكثر من عام تحت سيطرة تنظيم القاعدة وأبين التي احتاجت الأكثر من عملية عسكرية لتطهيرها من هذه العناصر أصبحت خارج خارطة اللون الأسود الذي فرضه تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به لفترة طويلة، وقبلهما لحج وبعض مناطق عدن اللتين تمددت فيهما هذه الجماعات بفعل الحرب مع ميليشيا الحوثي والمخلوع، فيما تتواصل العمليات الأمنية التي تستهدف قيادات التنظيم وآخرهم أحد أبرز الممولين الرئيسيين للتنظيم بحسب شرطة عدن التي قالت في بيان لها أنها ألقت القبض على مسؤول تمويل فرع القاعدة في عدن وأحد أبرز قيادات التنظيم في المدينة بعد أن كانت خلال الأيام الماضية قد ألقت القبض على عدد من القيادات الرئيسية في التنظيم. هذه النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الشرعية والتي أخذت وقتا مستقطعا من الحرب الدائرة مع الميليشيا الانقلابية في صنعاء يفترض أن تصب في صالح هذه السلطة وتقوية موقفها أمام المجتمع الدولي الذي لا يهتم إلا بالملفات التي تعنيه.